السلام عليكم، انا جوار تاع الياسمه. يا اخو اليوم جيت نقول حاجه خفيفه يا اخو. الشعب الجزائري كامل يا اخو، جميع واحد عنده بيت في حياته لازم يكمل معاه يا اخو، ماشي في مجال تاع البالون برك. وجميع واحد عنده حاجه يا اخو لازم برك يخدم سيريو دا ما كان. وانا الحمد لله يا اخو راني مع الياسمه، ان شاء الله نكمل يا اخو. وجمع واحد جوار صغير يا اخو، تيشوف واحد اخر عنده سولي خير من تاعو، ولا واحد عنده سولي مقطع، واحد عنده سولي مليح، واحد يا اخو صح كامل في رجليك، صح كامل في رجليك، ماشي في سولي ولا في حاجه. وجمع واحد ماشي غير في مجال تاع واحد يعرف يرسم، واحد عنده حرفه، واحد عنده حفاف، خدم سيريو برك يا اخو. وانا ماذا بيا نخدمها مليح باش نفرح بابا ورجع له كاع خيره. وشقى عليا كامل يا خو من الخدمه، يجي يديني نوض الصباح على جالي وصلني يديني يشري لي، وني نخدم باش نعاود نفرحو ونرجع له كلش ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك. واش راك متمنى يا خو؟ لعبت لعب في الوسط. الله يبارك، ربي يوفقك ان شاء الله ويوفق جميع من هذا المنبر. قول له يعطيك الصحه ويعطيك الخير ان شاء الله، وكاع واش درت لي نرجعه لك ان شاء الله.